وهذا سائل يقول: هل الأذكار المشروعة بعد صلاة النافلة بدعة؟ الأذكار إنما وردت بعد الفريضة، تهليلات العشر أو التسبيح والتكبير والتحميد 33، تمام 100 لا إله إلا الله، هذا ورد بعد الفريضة ولا يقال بعد النافلة. النافلة يستغفر بعدها ويدعو، وأما الأذكار التي وردت بعد الفريضة فلا تجعل بعد النافلة.